النمسا تبدأ التنسيق مع ألمانيا لترحيل المجرمين الأفغان إلى وطنهم. النمسا تؤجل تجديد قوانين التجسس حتى بعد الانتخابات القادمة. زيادة طفيفة في أعداد الطلاب مع بداية العام الدراسي. مقاطعة تفرض 2500 يورو على مخالف القوانين المدرسية. ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في النمسا إلى 352 ألف شخص. شركة الكهرباء تعيد مبالغا لعملائها بعد حكم ببطلان زيادة الأسعار. ووفاة فتاة في فيينا بسبب تسممها بأول أكسيد الكربون أثناء الاستحمام. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة واللجوء في النمسا السماح عن ترحيل الأفراد إلى أفغانستان بناء على دراسة كل حالة على حدة، وذلك في أعقاب تغير الوضع الأمني في البلاد. ويأتي هذا بعد قيام ألمانيا بترحيل 28 شخصا مدانا جنائيا إلى أفغانستان، وهو أول ترحيل منذ عودة طالبان للسلطة في 2021. ولذلك تخطط النمسا لتنسيق عمليات ترحيل مشتركة مع ألمانيا، حيث يهدف المستشار كان نيهاما إلى تعزيز التعاون في هذا المجال. من جانبها أعربت وزيرة العدل ألما زاديتش عن أهمية الالتزام بالقوانين والتدقيق في كل حالة قبل الترحيل. أفادت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش بأن التجديد المخطط لقوانين التجسس في النمسا لن ينفذ في الدورة التشريعية الحالية، وبدلا من ذلك سيتم إصدار توجيه قريب للنيابات العامة ينبه لأن التجسس ضد المنظمات الأجنبية قد يضر بسمعة النمسا. جاء هذا القرار بعد قضية تجسس ضابط سابق لصالح روسيا، حيث طلبت وزيرة العدل ألما زاديتش بإصلاحات قانونية لمواجهة الثغرات التي تستغلها أجهزة المخابرات الأجنبية. وأكدت وزارة العدل أن الموضوع معقد ويحتاج لتنسيق حكومي، وقرار بشأن الإصلاحات سيترك للحكومة المقبلة مع التركيز على توسيع نطاق تجريم التجسس ضد مصالح النمسا. بدأ العام الدراسي الجديد في النمسا بزيادة طفيفة في أعداد الطلاب، حيث من المتوقع تسجيل 98 ألف طالب في الصف الأول بزيادة 6% عن العام الماضي، يرتفع إجمالي عدد الطلاب إلى 1.16 مليون بزيادة قدرها 9%. وبدأ في فيينا والنمسا السفلى وبورغلاند 508 ألف طالب الدراسة، بما في ذلك 42500 طالب جديد. وبالنسبة للمدارس الابتدائية يتوقع زيادة 1.7%، بينما المدارس التقنية ستشهد زيادة بنسبة 3%. ومن ناحية أخرى تتوقع زيادة بنسبة 5% في المدارس الخاصة وارتفاع طفيف في المدارس الثانوية العامة، بينما من المتوقع انخفاض طفيف في المدارس المهنية والمتوسطة. أعلنت يوهانا مايكل لايتنا حاكمة ولاية النمسا السفلى عن زيادة كبيرة في الغرامات المفروضة على أولياء الأمور الذين يشجعون أبنائهم على التمرد ضد المدرسين وعدم احترام القوانين المدرسية، خاصة بين المهاجرين الجدد. وبموجب القرار الجديد سترتفع الغرامة إلى 2500 يورو مقارنة ب 440 يورو السابقة. وأوضحت لايتنا أن الهدف من هذه الزيادة هو تعزيز التعاون بين المدارس والأسر لضمان بيئة تعليمية فعالة وشاملة، وشددت على أهمية احترام القوانين والابتعاد عن التطرف، وأكدت أن المهاجرين الشباب يمكنهم النجاح في النمسا إذا تجنبوا التطرف واحترموا المعلمين. سجلت النمسا زيادة في عدد العاطلين عن العمل بنهاية أغسطس، حيث بلغ عدد المسجلين في خدمة التوظيف النمساوية AMS أكثر من 352 ألف شخص، بينهم 287 ألف عاطل عن العمل و65 ألف في برامج التدريب. وأفادت وزارة العمل بزيادة قدرها 31500 شخصا مقارنة بالعام الماضي. وأكد وزير العمل والاقتصاد النمساوي مارتن كوشا أن نسبة البطالة بلغت 6.7%، وهو ثالث أدنى معدل خلال العقد الأخير، بالرغم من التحديات الاقتصادية وضعف الاقتصاد الألماني الذي يؤثر على النمسا. وعلى الجانب الإيجابي وصل عدد العاملين إلى أكثر من 4 ملايين عامل، وهو رقم قياسي جديد. أعلنت محكمة الاستئناف العليا في فيينا أن الزيادة في أسعار الكهرباء التي فرضتها شركة فيربوند في مايو 2022 كانت غير قانونية، مما يستدعي تعويض العملاء. ووفقا لجمعية حماية المستهلك سيتم تعويض العملاء المتضررين بمتوسط قدره حوالي 90 يورو بناء على استهلاك سنوي قدره 3315 كيلو وات لكل ساعة. وسيحصل عملاء الشركة على إشعارات بالتعويضات خلال الأسابيع المقبلة،
ويمكن للعملاء السابقين التسجيل للحصول على تعويضاتهم حتى 11 من نوفمبر المقبل، بينما أعربت شركة فيربوند عن استيائها من غياب قواعد واضحة لتعديل الأسعار. توفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في شقة بفيينا نتيجة تسممها بأول أكسيد الكربون وفقا لما أعلنه متحدث باسم الإطفاء. واكتشف أفراد الأسرة الفتاة فاقدة للوعي في الحمام مساء الأحد بعد أن لاحظوا ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون في المبنى، ورغم محاولات الإنعاش المكثفة والتي شملت تهوية الغرف باستخدام مروحة قوية توفيت الفتاة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العمل في نظام أن العطلة في نظام التهوية المرتبط بالغلاية الغازية قد تسبب في تراكم خطير لأبخرة أول أكسيد الكربون، كما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد دور أجهزة التكييف المتنقلة في الوفاة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.